قال ليتدبروا آياته. نعم. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجمادات إن كانت جمادات فهي تسبح الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا حقيقة. خاشعا متصدعا، كيف؟ الله أعلم. آمنا صدقنا وسلم، ليس لك أن تقول مجاز أو كذا. نعم. وإذا بدلنا آية المكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وإذا بدلنا أي ناسخ المنسوب، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون أن الكاذب ما يمكن أن يأتيك بقصة بالأمس ثم يأتي بخلاف هذه القصة في اليوم الثالث. لا بد أن يأتي بنفس القصة التي كذب بها في البارحة. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول هذا الحكم منسوخ، هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن الكاذب لا يغير الكلام الذي تقدم، بل أكثرهم لا يعلم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد الآية قل نزله روح القدس وهو جبريل الأمين. أمين، ويقول عنه الرافض خان الأمين. سبحان الله، أمين وخان يجتمع، إما خيانة أو أمانة. قل من كان عدوا لجبريل خان الأمين فصدها عن حيدر. حيدر لقب لعلي رضي الله عنه. نعم. طيب، قل نزله، هذا فيه أن القرآن منزل المخلوق إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات القرآن كلام الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. في قاعدة عندنا في باب الأسماء والصفات، أن الإنسان إذا أشكل عليه دليل من أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، ماذا تصنع؟ تقول آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد الله. النتيجة يهدك الله، آمن أخلاص تهتدي، بخلاف أهل الباطل يعتقد ثم يؤمن. أنت ماذا تقول؟ تقول آمنت وصدقت وسلمت، النتيجة يهدك الله. خلاصة عندنا، هذه قاعدة ملخصة. آمن تهتدي، آمنت بالله بما جعل الله على مراد الله، آمنت برسول الله ما جعل رسول الله على مراد رسول الله، النتيجة يهدك الله. نعم. قال أنزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل نصراني في نجد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لسان الذي ينحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قلنا ما أحد يتكلم على ما في القرآن، يقول مخالف للغة، خلاف الأصح، كلمات غير عربية، هذا لم يقل به الكفار الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله، أين الأسماء صفاتنا؟ يا رجل سبحان الله، لماذا جاء بهذا المعنى؟ هذا لعل خطأ بعض النساء، هذا نفسها لعل فيها شيء خطأ. نعم، رؤية المؤمنين لربهم، أين الصفات؟ ليس في الصفات، إثبات وجه الله تقدم، لماذا يكذب؟ إثبات وجود الله، يمكن وجود الله كافر. يا أخي خطأ بعض النسخ وارتاح، اشحلك أنت. ما يخطئ النسخ، ما قلنا شيء حتى لا تزعل.
يا أخي رؤية المؤمنين لربهم هذا من الإيمان باليوم الآخر، صح أم لا؟ لا علاقة هذه الآيات باب الأسماء والصفات، ليس لها علاقة إطلاقا. فالحق أن نقول أنه لعله خطأ بعض النسخة وهذا الأخ، لعله أتى بنسخة من هنا أو من هنا، أو انتقل، ما ينتقل ذهن الناسخ أحيانا يكتب بعض الأشياء وانتهى الأمر. بعد هذا على الأرائك ينظرون. يا أخي بعد هذا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم بعد هذا. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم هذا أربع أدلة. أربع أدلة فوقية. نعم بعد. وهذا الباب في كتاب خلاص انتهى الحمد لله، لعله في آخر الآيات انتقل ذهن الناسخ وكتب هذه الآيات الأربع. صحيح؟ يا أخوانا ما علاقة باب الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم هذا من الإيمان باليوم الآخر، ما يمكن يكون هذا أحد أنا أعرفه. طب لماذا ما ذكر لك مثلا يعني بعض الأمور مما تكون يوم القيامة الشفاعة وكذا، لو يذكرها لقل ما الذي يعني جعل المؤلف يورد هذه الأدلة؟ صحيح رؤية المؤمنين ربهم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. لعلم الأدلة هذه كان هذا موضعه، فنقول انتقل ذهن بعض النساخ من ذاك الباب إلى هذا الباب، وضع هذه الآيات فتنقل من هنا إلى هناك ويستقيم الكلام. بسم الله سبحان الله، ما يخفى عندكم أحد؟ ما قلت من يخفى؟ أنا ما عندي إشكال. أعطنا إثبات أن الله عند الله سبحانه وتعالى لا ترى إثبات ذات يعني أنت الله فتح الله عليك من صحيح هذا كلام صحيح، من قال أنه أخطأ في طبع الله ما يخطئ عندكم أحد الله عليك. كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ هل يمكن أن يرى شيء بدون صفات؟ هذا عدم. فيلزم أن كل من أنكر الصفات أن ينكر الرؤية. وإذا كان كنا نرى الله هذا معناه أن لله صفات، فالذي يثبت الرؤية يثبت الصفات، والذي ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار. من قال ما أخطأ يا رب؟ ولا داعي لإكرار الأمور. المؤلف رحمه الله تعالى أراد هذا، أدلة الرؤية في القرآن كم؟ ذكر أربع أدلة هنا، أربع أدلة تضيف إليها أدلة ثلاثة تكون المجموع سبع أدلة، لكن أدلة الثلاثة أدلة عجيبة جدا، استدل بها على الباطل على ماذا؟ على عدم الرؤية. شيخ الإسلام رحمه الله قال لزاما عليه أن لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب الدليل عليه. يقول أي صاحب باطل يأتيني بأي دليل يستدل به على باطله فأقول يلزمني أن أقلب هذا الدليل عليه. هذا من توفيق الله، هذا ليس بجدي واجتهادي والله. فالتزم شيخ الإسلام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا أقلب الدليل عليه. يقال الله عنه البخاري رحمه الله عندما دخل إلى العراق قال يدخل عليكم البخاري ولابد، وأنت تعرف الحرب على أهل السنة، فقال لابد
أن تفسدوا على هذا الرجل حتى لا يقتر به الناس ويأخذ الطلاب ويأخذ ذلك. فاختاروا 10 منهم وقالوا كل واحد يحفظ لنا 10 أحاديث لكن يغير في الأسانيد مع المتن الحديث. عندما جلس اجتمع الناس وجلس البخاري للتحديث، قام الأول وسأل عن حديث الأول فقال البخاري لا أدري، الثاني قال لا أدري، الثالث الرابع إلى 10 حديث يقول لا أدري. الناس ضجوا، قال هذا البخاري ما يعرف 10 أحاديث ما أجاب عن حديث هذا من جهال. العلماء قالوا فطن الرجل فهم حتى انتهى الأول، فقال انتهيته؟ قال لا، قام الثالث الرابع الخامس السابع الثامن التاسع عشر، قال انتهيته؟ قال انتهينا. قال الحمد لله، بدأ إلى الأول ذكر له الحديث الذي يعني مقلوب، قال أبو علي البخاري وأرجع إلى أصله والثاني حتى أرجع المئة كاملة. فعرف الناس علم هذا الرجل. اليوم يقع مثل هذا، نعم الجهال لا يعرف ويبدأ يتكلم بعض العلماء حتى يتكلم في آيات كبار العلماء، صحيح، لكن العالم يعرف. طيب، رؤية المؤمنين لربهم، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، وأنه لا يمكن أن يرى الله إلا في عرصات يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله. إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. وقلنا خرج له وقال إن ربك، تبصق في وجهه قال احس عدو الله شيطان. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. الأدلة 4، نعم، يومئذ ناظرة من النظارة والحسن، هيئت هذه الوجوه، نسأل الله من فضله. بعض العلماء قال يعني هذا من باب التحذير والتنبيه، انه حري بمن انكر الرؤيا الا يرى الله. اعظم نعيم، اعظم واكثر ما يتشوق اليه المسلم رؤيه رب العالمين، نسأل الله من فضله. وجوه يومئذ ناظره اي من النظاره والحسن. إلى هنا فعل معد بإلى، ما يمكن أن يكون إلا في الرؤيا الصريحة، إلى ربها ناظر. هذا الدليل الأول. الثاني على الأرائك ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، للذين أحسن الحسنى الجنة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعدى ما جاء عليهم عليه الصلاة والسلام، رؤية المؤمن لربهم. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقلنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام برؤية المؤمن لربهم. 4 أدلة نضيف على هذه الأدلة، من يعني 3 أدلة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداؤه رأى أولياء. هذا الدليل الخامس. نعم. تحيتهم يوم القيامة والصلاة. نعم. لا ينظر إليهم ولا يزكيهم. نعم. لهم بلقاء ربهم. لا. لا تدركه الأبصار. كيف؟ هذا الدليل على عدم الرؤية. لا، دليل على الرؤية. لأن عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها سد الأفق، أدركوا؟ لا، رأى؟ نعم. إذن عدم الإدراك يدل على الرؤية. هذا السادس. السابع لن تراني، عجيب،
لن تراني احتج به أهل الباطل ومنهم الزمخشري يقولوا هذه لن الزمخشرية لن تراني اسمع لو كانت الرؤية أمر ممتنع وباطل ولا يمكن لبين الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أعظم نعيم لو كان هذا الأمر باطل لنهي عنه موسى عليه الصلاة والسلام كما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام عندما أنجاه الله سبحانه وتعالى قال وإن وعدك الحق قال إني أعلمك إذن هنا سأل عن شيء محرم ولكن أسأل لكن هنا عندما سأل موسى الرؤيا سأل عن أمر يتطلع ويتشوق لكل مسلم ولم ينكر الله سبحانه وتعالى هذا لكن القوى البشرية في الدنيا لا تنثرها وعلق الله سبحانه وتعالى الرؤيا على وجود الجمل إذن هذا دليل على الرؤيا لن تراني مفهوم ومن قال انه لا لن هذا على التأديب سنخشي كلام باطل ولا شك في بطلانه نعم ولن يتمنوه ابدا فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه هذا لن زمخشري نعم لن زمخشري لكن ترد على الزمخشري نعم قال وهذا الباب اذن ادله عندنا سبعه إذا قال لك قائل ما هي الأدلة؟ هناك بعض الأدلة أيضا تزيد على هذا، لكن أنت تعد سبع أدلة تضيف على هذه الأدلة كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لن تراني لا تدركه الأبصار، هذا كله دليل على ربهم، قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير هذا الباب أي باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، بل لا تخلو منه آية حتى صاد وياسين وطه نعم من تدبر القرآن أفلا تدبرون القرآن ذكر لك الأول التدبر والثاني القصد طالبا للهدى تبين له هذا الطريق وآمن بتوحيد الأسماء والصفات نعم من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لي ولكم طريق الحق ويهدنا إلى هذا الطريق أين نسأل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه